السلام عليكم متابعين قناة فيروس سيفينكس، حلقة جديدة معاكم اخوكم من الزيت. والنهاردة يا شباب ان شاء الله مكملين في كورس سي اتش. انا اسف ان انا بتأخر في الحلقات يا شباب، بس انا وضحت لكم على التليجرام ان انا عندي امتحانات في الجامعة اليومين دول، فبحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اوفق بين ده وبين ده. تمام، طيب في حلقة النهاردة ان شاء الله هنكمل في الانفورميشن جاترنج. وضحت لكم قبل كده ان مرحلة جمع المعلومات اهم من عملية الاختراق نفسها، وقلنا ان في طرق كتيرة بتسمح لك ان انت تجمع معلومات، سواء مثلا ادوات على الكالي لينكس مثلا في تيرمينال مباشر، او مثلا المالتيجو، او مثلا ادوات تانية من خلالها بتقدر ان انت مثلا تجمع معلومات عن شركة او عن موقع، مثلا تفحص موقع تطلع منه معلومات، مثلا ان انت مثلا بتجمع معلومات من خلال الاي بي، بتجمع مثلا دي ان اس سيرفر، حاجات كتيره جدا. طيب ايه فايده المعلومات دي؟ المعلومات دي بتفيدك في ان انت مثلا يعني تقدر تحدد الثغرات هتبدا ان انت تستغلها ازاي، او المعلومات الحساسه. زي مثلا لو جينا نروح على موقع جوجل وبدانا ان احنا نعمل فحص كامل للموقع، فطبيعي مثلا موقع جوجل مش هيكون فيه ثغرات يعني نسبه قليله جدا. طيب فاحنا ممكن نعمل حاجه بديله. ايه هي؟ ممكن نبحث من خلال الدي ان اس او من خلال الاي بي مثلا بتاع الموقع ده، بحيث ان احنا نجيب جميع المواقع الثانيه او الدي ان اس دومينات كلها المستضافه على نفس السيرفر. مثلا انا عندي virus7x.com، تمام، بكتب مثلا virus7x.com بيجيب لي مثلا v7xteam.com مستضاف على نفس الدومين. فهمت الفكره؟ فممكن ما يكونش في ثغرات في virus7x.com اللي هو مثلا google.com، بس ممكن يكون في ثغرات مثلا في gmail.com. فبما اننا اخترقنا مثلا او عملنا استغلال gmail.com، بنقدر ان احنا نتحكم في الدي ان اس او الدومين نفسه، والدومين ده مرتبط عليه جوجل. فاحنا كده يعني لفينا من خلال الجيميل لجوجل نفسه، فاحنا قدرنا ان احنا نخترق الدومين، والدومين عليه جوجل وعليه مثلا جيميل وعليه مثلا المابس وعليه مثلا حاجات كتيره جدا خاصه بجوجل. فهمت الفكره؟ فدي طرق برضو بيستغلها الهاكرز في ان هم مثلا يخترقوا موقع معين، والموقع ده بيكون مثلا يعتبر محصن او الثغرات بتاعته بتكون يعني قليله جدا. تمام، بنلفها من ناحيه تانية. طيب في حلقه النهارده هناخد جزء الاول، يعني خلينا نتفق ان في كذا حلقه هنزلها عن طرق جمع المعلومات، فاحنا هنبدا باسهل حاجه. ايه هي اسهل حاجه؟ من خلال مواقع الويب. يعني مثلا عندنا موقع جوجل ليه طريقه معينه بيستخدموها للهاكرز، بحيث ان هم يجمعوا معلومات مثلا من موقع معين، مواضيع معينه، عناوين مثلا او ديسكريبشن مثلا او وصف معين موجود في موضوع جوه موقع معين، فازاي نوصل له دايركت. فكل ده هنتعلمه ان شاء الله في الاساليب بتاعت حلقه النهارده، ان احنا ازاي نجمع معلومات. هنستخدم برضو موقع زي بينج، موقع زي جوجل، موقع زي مثلا شودن، موقع زي نت كرافت، في مواقع تانية هشرحها برضو هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، مثلا جوجل هاكينج داتابيز، مثلا قواعد بيانات اللي احنا بنبدا ان احنا نكشفها، بعد كده بنبدا ان احنا نشوف الثغرات اللي فيها، نعمل لها مثلا انجكشن حقن وحاجات زي كده. فالفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نجمع معلومات من خلال مواقع الويب. تمام، ده الجزء الاول. الجزء الجاي ان شاء الله ممكن نتكلم عن الدي ان اس سيرفر، او على حسب برضو الكومنتس اللي انا اشوفها. فيلا بينا نبدا الشرح على طول. لو جينا نفتح كالي لينكس وبدانا ان احنا نروح على براوزر، خلينا برضو نوضح ان جمع المعلومات دي من خلال يعني من خلال الحته بتاعت الاوبن سورس انتليجنس، ان احنا مثلا نعمل استخبارات او جمع معلومات مثلا بطريقه الاستخبارات بطريقه اوبن سورس، يعني مفتوحه لاي حد، يعني دي ما فيهاش اي عقوبات. تمام، طيب فمثلا جينا نستخدم عاوزين نستخدم مثلا موقع جوجل. تمام، فدخلنا مثلا على موقع جوجل. موقع جوجل حضرتك مش معمول عشان تقول له مثلا www. مثلا virus7x بالشكل ده، virus7x.com. تمام، virus7x.com بالشكل ده. تمام، انا كده بحثت على virus7x.com، فهيبدا ان هو يجيب لي الموقع ده اسمه التايتل، ده كده اسمه اليو ار ال، تمام، اللي هو العنوان او الرابط، ده كده اسمه التكست. تمام، طيب فلو انا مثلا عاوز ابحث على تايتل نظام عنوان موجود جوه موقع virus7x، او عاوز اخلي جوجل يبحث لي جوه الموقع ده، لان لو جينا مثلا تحت شويه هتلاقي مثلا الجيت هاب وهتلاقي التليجرام، يعني التليجرام اهو ايه علاقته بالموقع. فهمت الفكره؟ بس انا عشان كاتب على التليجرام virus7x.com بدا تلقائيا ان هو جاب لي النتيجه دي. العلاج بتاعه جوجل دي عندها كفاءه نت يعني شغاله 48 ساعه، بحيث ان هي تجمع اي معلومات، اي كلمه بتكتبها على الانترنت بتارشفها، بتبدا ان انت تعمل سيرش تظهر لك على طول. فاحنا ممكن نستغل الحاجات زي دي. مثلا يعني جاب لي التليجرام، جاب لي مثلا هيجيب لك يوتيوب، وجاب لك الجيت هاب، هيبدا ان هو يجيب لك يوتيوب دلوقتي في النتائج في حوالي 3 صفحات. فاحنا عايزين نختصر مثلا يعني ان احنا نبحث في الموقع بس، فهل ينفع ان انا اقدر احدد لجوجل يبحث لي جوه الموقع بس؟ اقول لك ينفع، المحترفين بيعملوا كده. انا ليه مثلا ادخل على موقع virus7x مثلا، وان انا مثلا اقعد ادور على موضوع في واتساب من خلال ان انا مثلا ادخل على الموقع وابحث جوه الموقع؟ طب وليه ده كله؟ ما انا ممكن اعملها من جوجل مباشر. طيب تعالوا نشوفها. هنبدا ان احنا نيجي نقول لجوجل سايت، يعني تبحث لنا جوه الموقع، هنبدا ان احنا نحط النقطتين دول. تمام، طيب هنقول له ابحث لنا جوه الموقع اللي اسمه www.virus7x.com بالشكل ده.
تمام. يبقى انت كده يا جوجل هتبحث لي على السايت اللي اسمه موبايل 7 اكس، ما قلتلكش بقى هات لي التليجرام ولا هات لي يوتيوب. يلا بينا نعمل سيرش ونشوف. خدوا بالكم الفرق او الاختلاف في الريسولتس او يعتبر نتائج البحث. لو جينا نبص هتلاقي على طول هنا الويب سايت ده طبعا يعتبر الصفحه الرسميه للموقع، فجت اول نتيجه. طيب بعد كده بدا ان هو يجيب لك مواضيع من الموقع، يعني مثلا برنامج روسي وريسات واتساب، ده كده موضوع في الموقع بتاعنا، ده التايتل، ده اليو ار ال، ده التكست، تمام. طيب ده اللي احنا بحثنا عنه، ده اسمه السايت. ركز معايا عشان في طرق تانية نكتبها دلوقتي. طيب فدلوقتي احنا لما بحثنا من خلال السايت بس، كتبنا كلمه سايت وحطينا نقطتين وقلنا virus7x.com، بدات القناه واجب لنا كل النتائج اللي موجوده في الموقع. يعني مثلا شرح نظام كالي لينكس ده على الموقع، تحميل نسخه واتساب بمميزات مثلا مش عارف ايه ده برده على الموقع، نسخه رايت برده على الموقع، انجل بايت على الموقع، كل ده كده موجود على الموقع بتاعنا. فهمت الفكره؟ فبمجرد ما انا بحدد له يبحث جوه السايت فبيبدا يجيب لي الحاجات اللي جوه الموقع. تمام. هل ينفع ابحث مثلا عن عنوان موضوع جوه الموقع؟ يعني احدده لجوجل؟ هقول لك ينفع. هنبدا ان احنا نيجي هنا ونبدا ان احنا نقول له مثلا احنا عايزين نبحث في ايه؟ هنقول له ان نبحث في ايه بقى؟ في تايتل ولا يو ار ال ولا تكست؟ مثلا لو عايز ابحث في التايتل، تمام؟ يعني هنا مثلا كالي لينكس ونوثق واتساب مثلا، خلينا نبحث عن واتساب. ان تايتل بالشكل ده، تمام؟ طيب وابدا ان انا احط له نقطتين تاني. ركزوا معايا، هبدا ان انا اقول له في السايت virus7x.com انتايتل، يعني ابحث جوه الموقع ده في العناوين هتبحث لي مثلا عن، خلينا نكتب له واتساب بالشكل ده، تمام. طيب خلينا نعمل سيرش ونشوف اي نتيجه فيها واتساب بس اللي هتيجي. طيب خلينا نتاكد، تحميل نسخه واتساب، احمي نفسك من فيروسات واتساب مثلا، اي حاجه هنا برده هتلاقيها، برده الموضوع هتلاقي فيه مكتوب كلمه واتساب مثلا هنا، واتساب برضو اهو، تمام. خدوا بالكم بيبقى ظلل لك على الكلمه اللي موجوده، واتساب برضو مثلا، واتساب برضو. فبالتالي جدا ان هو يجيب لك كل النتائج اللي ليها علاقه بالواتساب، تمام. طيب برضو جوه فيروس 7x، يعني ممكن يجيب لك نتائج من مواقع تانية بس المواقع دي كاتبه اسم فيروس 7x مثلا، او يعني ناس واخده مثلا شروحات من عندنا منزلها على موقعها كاتبه فيروس 7x، فبالتالي حط الموضوع عن الواتساب فتلقائي هيجيب لك النتيجه اللي اسمها فيروس 7x الاول اللي انا محددها له. بعد كده بيبدا ان هو يجيب لنا التايتل اللي انا بحثت عنه. طيب لو انا عايز ابحث مثلا عن التكست، يعني جوه التكست مثلا، مفيش اي مشكله، هبدا ان انا اجي له كده واقول له ان تكست بالشكل ده، هتبحث لي بقى في التكست اللي هو ده، تمام. طيب هبدا اعمل سيرش، هيبدا ان هو يجيب لي التكست المفروض اصلا يكون في فيروس واتساب هنا مثلا جوه التكست نفسه، يعني هنا استبعد بقى التايتل. طيب لو انا عايز ابحث مثلا جوه اليو ار ال مثلا او الرابط، هقول له مثلا ان يو ار ال بالشكل ده، يو ار ال مثلا هقول له واتساب، تمام. طيب هبدا ان انا اعمل سيرش، هبدا ان هو يجيب لي الروابط اللي فيها مثلا الواتساب، زي مثلا هنا هاو تو بروتكت مثلا يور واتساب فروم فيروس، فده كده انا حاطه نظام تايتل جوه الموضوع اللي على موقعنا، فبالتالي بدا ان هو يجيبه لي. فهمت الفكره؟ طيب اللي هو المفروض بيكون الرابط، يعني مثلا انت بلوجر لما بتيجي تعمل موضوع، الموضوع مثلا لو انت كاتب فيروس مثلا واتساب بالانجلش، بيبدا تلقائي ان هو خلي الرابط فيروس واتساب. فهمت الفكره؟ فده كده يعتبر يو ار ال. طيب بنبدا ان احنا ننزل تحت برده نفس الفكره بالظبط. طيب خلينا برده نشوف حاجه ثانيه دلوقتي، مثلا احنا يعني اتعلمنا ان احنا نبحث من خلال موقع جوجل حاجات زي دي، هل جوجل بس اللي بيوفر لنا مثلا الخدمات دي؟ اقول لك لا، في موقع مثلا تاني اسمه، خلينا نروح على موقع shodan.io، تمام، عفوا shodan.io، تمام. الموقع ده جميل جدا، في ناس كتيره جدا مطورين على الجيت هاب بيعملوا تولز على الكالي كلهم بيستخدموه. ليه؟ لان في حاجه اسمها API key، لسه ما عملت سيرش، ما فيش مشكله. الاي بي اي كي بيبدا ان هو يجيب لك السورس بتاع الصفحه دي، بس انت بتحتاج ان انت تسجل دخول، يعني بتعمل لوجن بحيث ان انت تسجل دخول بس. ده الحساب بتاعي، ببدا ان انا اسجل، بيظهر لك حاجه اسمها اي بي اي كي، تمام. اي بي اي كي، الاي بي اي كي ده بتحطه في اداه من عندك بتسمح للاداه ان هي تتواصل مع الموقع من غير ما تفتحه في براوزر او متصفح وتجمع معلومات، لا انت بتتواصل مع الموقع دايركت من خلال الاي بي اي كي ده. ده بيستخدموه المطورين او الناس اللي بتربط مثلا الكاميرات المراقبه زي ما احنا شايفين مثلا، نظام بيبقى فيه سيرفرات، ادوات فيها سيرفرات وكده، تحتاج ان انت تجمع معلومات من خلال الشودان على التيرماكس او على الكالي، فانت من خلال الاي بي اي كي لو انت مبرمج بتبدا ان انت تربطه مع التول بتاعتك او السكريبت بتاعك يعمل لك خدمه معينه، تمام. لو فاكرين قبل كده كان في اداه بتسمح لك ان انت تفتح كاميرات مراقبه، وفي برامج بتسمح لك ان انت تدخل على كاميرات مراقبه، فكل ده مبني على موقع الشودان لانه بيوفر لك الميزه دي، تمام. طيب فلو جينا مثلا عاوزين نبحث عن حاجه معينه، الحاجه المعينه دي مثلا لو جينا نكتب www مثلا جوجل مثلا دوت كوم، تمام.
طيب فبحثنا عن جوجل، هيجيب لنا ايه عن جوجل؟ هيجيب لنا مثلا نوع موقع، مثلا ويب سايت مثلا فيه خدمات كذا كذا وكلام من ده. لا، ده هيبدا ان هو يجيب لك حوالي 474 الف نتيجه، تمام؟ طيب ال 474 الف دول، في منهم 106 الف نتيجه في اليونايتد ستيتس، الولايات المتحده، 49 في البرازيل، 27 في روسيا، برضو في حته ثانيه برضو في المكسيك مثلا والفيتنام والنتائج دي كلها، تمام؟ طيب فلو جينا مثلا ندخل على السيرفيس اللي بيستخدموها HTTP، بروتوكول HTTP HTTPS 8083 8081 و8080، ده البورت، تمام؟ طيب بيستخدموا منه قد ايه؟ العدد مكتوب برضه اهو، تمام. طيب هل ده بس اللي بيجيبه لك؟ لا، ده انت لو نزلت تحت، كل ما بتنزل تحت كل ما بيجيب لك انواع السيرفرات اللي في الشركه والاجهزه الاوبريتنج سيستم وكل الحاجات اللي موجوده في الجهاز، تمام؟ طيب فنبدا ان احنا ننزل بس ونشوف مثلا لو جينا على اي نتيجه مثلا من دول يونايتد ستيتس مثلا، خلينا نبدا ان احنا نفتحها في صفحه جديده بحيث ان احنا نشوف التفاصيل اللي هيجيبها لنا عن مثلا النتيجه دي لوحدها، تمام؟ طيب فمثلا جينا ندخل على النتيجه دي، هيبدا ان هو يجيب لنا كل برضه المعلومات بتاعتها بنفس الفكره، برضه موجوده فين تحديدا؟ في امريكا. بيبدا ان هو يحدد لك مثلا لوس انجلوس مثلا، شيكاغو مثلا، فبيجيب لك تفاصيل اكتر عن مثلا التارجت ده، تمام؟ فمجرد ما بتنزل برضه بتلاقي معلومات كتيره جدا موجوده عن الهدف ده او يعتبر الموقع اللي احنا دخلنا عليه ده، بيجيب لك برضه السيرفرات اللي انت اللي هو شغال بيها، انظمه التشغيل اللي هو شغال بيها، ومعلومات كتيره جدا، تمام؟ طيب فلو جينا مثلا نروح لموقع بعد كده، موقع تاني اسمه مثلا بينج بالشكل ده، مثلا bing.com، تمام؟ طيب فموقع بينج ده بيوفر لك ان انت مثلا تبحث من خلال الاي بي او الدي ان اس مثلا. فلو انا جيت اقول مثلا جوجل بالشكل ده، google.com، تمام؟ طيب وبدات ان اكتب google.com واعمل سيرش اشوف هو هيجيب لي ايه، بدا ان هو يجيب لي موقع جوجل. طيب ما انا عارف ان هو لما ابحث على جوجل هيجيب لي جوجل، يعني انا كهكر استفيد ايه من ده؟ هوضح لك نقطه مهمه جدا. في بدايه الفيديو انا قلت لك مثلا لو فيروس 7 اكس مثلا ما فيهوش ثغرات، الموقع بتاع فيروس 7 اكس ما فيهوش ثغرات، او موقع جوجل ما فيهوش ثغرات، ممكن اعمل مثلا بحث على الدي ان اس واشوف اي مثلا موقع تاني او اي مثلا خدمه تانيه مستضافه على نفس الهوست ده او يعتبر على نفس الدومين ده. بمعنى ان احنا عندنا بمجرد ما نكتب google.com فهيبدا يجيب لنا مثلا ان في دومين google.com، والدومين ده اصلا عليه برضو خدمات يعتبر ميل google.com وخدمات تانية برضو اللي هي يعتبر الاكونتس google.com، المابس google.com، مثلا دوكس google.com، دوكومنتس مثلا، ترانسليت google.com. طيب ده هيفيدني في ايه برضو؟ ودرايف.com وترانسليت برضو.com وايميج.com. فكل الخدمات او كل الدي ان اس او الدومينات بتاعت جوجل مستضافه على نفس السيرفر ده. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني مثلا لو انا عملت سكان لموقع زي موقع جوجل وما قدرتش الاقي فيه ثغرات، ففي فرصه ثانيه اللي انا حكيت عنها في بدايه الفيديو، ان انت ممكن مثلا بما ان هو مستضاف على نفس الدي ان اس او الدومين ده، نقدر احنا نستغل مثلا مابس جوجل دوت كوم. يعني مثلا ما لقيناش ثغرات في مثلا في جوجل دوت كوم، هنلاقيها مثلا في مابس جوجل دوت كوم. طيب ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في ان احنا نوصل للدومين، ولما نوصل للدومين ما كل المواقع دي مستضافه على نفس الدومين، فبمجرد احنا ما نلف من ورا كده وناخد مثلا المابس او يعتبر درايف او الدوكس دوت كوم والحاجات دي كلها، بنبدا نوصل لنفس الدومين اللي مبني عليه برضو جوجل دوت كوم او المرتبط بيه جوجل دوت كوم. فاحنا كده قدرنا نلف الجوجل وهو ما فيهوش ثغرات، بس احنا استغلينا حاجه ثانيه وصلتنا لجوجل. فهمت الفكره؟ فده برضو موقع بينج بيفيدنا فيه الحته دي، ان احنا بنوصل لجميع الدي ان اس المستضافه على نفس مثلا للموقع ده، تمام؟ طيب عندنا برضو ايه ثاني؟ عندنا موقع مثلا نت كرافت، الموقع ده جميل جدا برضو، بيجيب لك معلومات ضخمه جدا، تمام؟ ده كده الموقع، تمام. هو فيه شويه تغييرات، اكسبت مثلا ده الكوكيز، هبقى اعمل لكم حلقه كامله برضو عن الكوكيز ده، ملفات تعريف الارتباط وعلاقتها بالهاكينج وكده وليه لازم تخلي بالك منها، تمام. في كل الحالات انا بستخدم كالي لينكس كنظام مهم ما يشغلنيش يعني. طيب فدلوقتي مثلا عاوز ادخل مثلا على موقع جوجل، هكتب بقى HTTPS مثلا google.com، تمام. هبدا ان انا اعمل سيرش وان احنا نشوف بقى النتائج اللي هتيجي دلوقتي، تمام. طيب خدوا بالكم بقى من كميه النتائج اللي هيجيبها لك والحاجات اللي هيجيبها لك على جوجل. مثلا هيبدا اول حاجه، احنا في المواقع اللي فاتت يعني شفنا الاختلافات، فاحنا هنا هنشوف بقى اول حاجه، بدا ان هو يجيب لك هنا ايه السايت تايتل مثلا، العنوان جوجل مثلا، السايت رانك، الرانك بتاعه مثلا او الترتيب بتاعه الاول، ان هو واخد الاول،
مثلا لو جينا نروح على الموقع، هو ده الموقع الرسمي الدومين جوجل دوت كوم، من خلال مثلا موقع بينج نستغل الدومين ده، تمام؟ طيب الاي بي ادرس بتاع جوجل، بدل ما نروح على الكالي او تيرموكس نعمل مثلا بينج ونحط مثلا الاي بي او الدي ان اس، يبدا يجيب لنا الاي بي والكلام ده، فهو بيجيب الاي بي. الاي بي فيرجن 6 برضو اللي اتكلمنا عنه قبل كده في حلقه النتوركس، برضو الدومين بتاع التسجيل بتاع الدومين تاني، برضو مثلا الاورجانيزيشن برضو جوجل هتلاقي كل المعلومات عن الاشخاص والشركات والناس المرتبطه بشركه جوجل. عندنا حاجات برضو مهمه جدا زي مثلا النيم سيرفر بتاع جوجل، زي ما احنا شايفين ده النيم سيرفر. عندنا برضو الدي ان اس ادمن، ده الايميل بتاع الدومين. يعني مثلا انا رحت على موقع جودادي، بدات ان انا اشتري دومين مثلا جوجل دوت كوم، فهيطلب مني اسجل حساب. فالحساب اللي انا بسجله مثلا هسميه اي اسم او جيميل مثلا او اي حاجه دوت كوم، هبدا ان انا اعمل الايميل، فهم عاملين دي ان اس ادمن دوت كوم. فده كده الايميل بتاع اصلا لما بتدخل على موقع جودادي، بتبدا ان انت تسجل دخول مثلا او اي استضافه تانيه عموما، بتدخل تسجل بحساب، فالحساب اللي انت بتسجل بيه هو ده. فانت ممكن بمجرد ما توصل للحساب ده تعمل تخمين على الباسورد، وبمجرد ما بتدخل للحساب او نظام الدي ان اس او الدومين بتاع شركه جوجل على موقع جودادي، فانت متحكم في المابس، متحكم في جوجل اكونتس، مثلا جوجل ايميج، مثلا جوجل ديكومنتس، مثلا جوجل المابس تقريبا قلتها، وكل الخدمات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه من خلالها. طيب هتوصل لها ازاي؟ معاك الايميل اهو، فانت ممكن تخمن على الباسورد باداه، تمام؟ فاحنا كده جمعنا معلومات، من خلال المعلومات دي بنقدر ان احنا نعمل الاختراق. احنا بنجرب على موقع عملاق زي جوجل، فطبيعي ان انا مش هيظهر لك يعني ثغرات وكلام من ده، بس احنا بندي امثله، تمام؟ طيب ريفرس دي ان اس برضو ما يهمناش قد كده. مثلا النيم سيرفر برضو بيجيب لك اسم السيرفر، المعلومات دي كلها تمام. لو نزلنا برضو تحت هتلاقي برضو الاي بي رينج والكونتري، مثلا الدوله والديسكريبشن والنيم، الحاجات دي كلها برضو بتفيدك لو انت بتبحث عن حاجه معينه. مثلا خلينا نشوف باقي المعلومات. وعلى فكره الموقع بتاع نت كرافت متغير شويه، ما كانش كده الاول لما نزلت الكالي في 2018 لما كنت شغال عليه، ما كانش الموقع كده، في تحديثات جت عليه، تمام؟ طيب فزي ما احنا شايفين البابليك كي، الخوارزمي اللي يعتبر الخوارزميه بتاعه التشفير، الناس اللي سمعت الحلقه بتاعه التشفير، وعلى فكره هنتكلم برضو عن التشفير بالكامل في الكورس ده، فيا ريت تفهموا الفكره. بس احنا عندنا بابليك كي وعندنا برايفت كي. البرايفت كي ده بيكون مثلا في الشركه او الناس اللي بتستخدم مثلا الابلكيشن او السيستم او الويب سايت او الحاجه دي نفسها، تمام؟ بيكون في جهازي انا برايفت كي ما بيظهرش، تمام؟ طيب اللي هو مفتاح التشفير الخاص. لكن البابليك كي اللي بيكون مع كل الناس اللي هو بتاع جوجل، البابليك كي اهو، تمام؟ طيب برضو الخوارزميات برضو شغال بالخوارزميات دي، مثلا كل المعلومات عن التشفير برضو، يعني ده عدد نوع التشفير 256. ده احنا قلنا قبل كده ان انت مثلا لو رقم 1 بيساوي ايه، 2 بيساوي بي، 3 بيساوي مثلا دي، فلو قلت لك 1 2 3 فبيبدا ان هو يفك لك مثلا اي بي سي، تمام؟ طيب فهنا بقول لك 256، يعني الرقم ده بتاخده ان انت بتبدا ان انت تفك تشفيره، وبعد كده بتبدا برده تاخد الاي دي بتاع البابليك كي، تبدا ان انت تفك تشفيره بحيث ان انت توصل مثلا لمعلومات حساسه على جوجل، فهمت الفكره؟ طيب فده مش موضوعنا، هنتكلم عنه بالتفصيل لما نوصل للكريبتوغرافي او التشفير، تمام؟ طيب النت بلوك برده، النت بلوك خلينا نتكلم على الحاجات دي بعدين، او الانظمه بتاعه التشغيل هنا خلينا نبص عليها. الاي بي ادرس مثلا دي خدمات تانية مستضافه مصر تبع لجوجل برضو، الاي بيهات بتاعتها دي كلها كده الاي بيهات، تمام؟ شغالين كلهم على نظام لينكس، تمام؟ اتش دبليو اس كل ده شغال على لينكس لينكس لينكس. جايب لك هنا الاوبريتنج سيستم اللي هو اس، الويب سيرفر، السيرفرات اللي هم شغالين عليها، جي دبليو اس، الحاجات دي تمام. اخر ظهور ليهم مثلا بيجيب لك التاريخ بتاع مثلا السيرفر ده او الويب سيرفر ده كان نشط امتى، كل المعلومات بتاعتهم بيجيبها لك، تمام؟ فلو انت مثلا بتبحث عن معلومه معينه من خلال مواقع زي دي، تقدر توصل يعني نسبه كبيره جدا من المعلومات، تمام؟ طيب عندنا موقع تاني زي ايه، انا شايف ان كده كفايه عشان الفيديو تقريبا 19 دقيقه، فانا بقول ان كده كفايه، تمام؟ فوضحت لكم من خلال مثلا جوجل بتبحث ازاي، من خلال مثلا شودن، من خلال بينج، من خلال النت كرافت. في مواقع تانيه زي مثلا جوجل هاكينج داتابيز، مثلا لو عملنا مثلا اكسبلويت بالشكل ده، اكسبلويت مثلا دي بي اللي هو الداتابيس، تمام؟ ده كده بيفيدنا في ان احنا بنبحث على قواعد البيانات مثلا لمواقع معينه، بنبدا ان احنا نشوف فيها انظمه تشغيل معينه او يعتبر قواعد بيانات مثلا معموله بنظام معين، بنبدا ان احنا نستغلها بحيث ان احنا نعمل انجكت مثلا او حقن بعد كده، ونبدا ان احنا نستخرج مثلا حاجات حساسه زي مثلا الادمنستريتور او كل المعلومات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، تمام؟ طبعا دي كلها طرق لجمع المعلومات من خلال مواقع الويب، ده كده نظام استطلاع ان انت بتدخل على موقع ويب بتجمع معلومات عن حاجه معينه، تمام؟ طيب فمثلا من خلال الشودن او من خلال مثلا نت كرافت تقدر تحط مثلا فيروس سيفن اكس، تجيب لك الاي بي بتاعك
بتاعي من خلال الاي بي تقدر مثلا تعمل بوت نت او دوس اتاك، فهمت الفكره؟ فالهاكرز شغالين كده. المعلومات دي لازم تبقى انت متاسس كويس وفاهم المعلومات دي بتفيدك في ايه. انا وصلت مثلا للدي ان اس ادمن بتاع جوجل، بتاع الايميل بتاع جوجل اللي بيسمح لك ان انت تدخل على الشركه بتاعه جو دادي او الويب سايت بتاعهم، تبدا ان انت توصل للدومين وكل المعلومات بتاعته، بقى ان انا اخمن على الباسورد بس واقدر ان انا اوصل للمعلومات دي. بس على فكره بمجرد ما انت تخمن وتحاول توصل بس على طول بيعترضوا مكانك وبيحددوا موقعك وبتبدا ان انت تتعاقب قانونيا. ولذلك بقول لك عشان تعمل اي عمليه اختبار اختراق او اختراق لازم يكون معاك ترخيص من الشركه دي. جوجل لما تقول لك مثلا احنا هنعمل مثلا نظام مكافاه كبيره جدا 1-2 مليون لاي حد اخترق النظام بتاعنا، روح لهم قول لهم انا عاوز ترخيص منكم عشان ابدا ان انا اعمل فحص للموقع. بتيجي تعمل فحص زي كده وتستغل مثلا جوجل ديكومنتس مثلا مش هتلاقي عليها نظام سكيورتي عاليه جدا، تبدا ان انت تستغلها بحيث ان انت توصل للدي ان اس مثلا ادمن او الاكونت بتاع الادمنستريتور بتاع الدي ان اس، تبدا ان انت تدخل على الدي ان اس تتحكم في google.com، يبقى انت كده اخترقت الموقع وبتاخد المكافاه دي. بس انا بوضح لك اللي بيدور على الكواليس ازاي وبتوصل لجوجل ازاي، يعني فهمت الفكره؟ فدي بعض الاساليب اللي بيستغلها الهاكرز. يا ريت اكون وضحت لكم كل حاجه في الشرح ده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. انا اسف ان انا طولت عليكم بس بقدر ان انا اوضح لكم كل المعلومات. يا ريت تدعمونا عشان نكمل. عجبك الفيديو بعته لاصحابك عشان يستفيدوا. نشوفكم في حلقه جديده من قناه فايروس 7. السلام عليكم.